من كتر ما ركضت. ليش مين لحقك؟ لك لا، مشان أمن أغراض السلطة يلي طلبتهم أختي حنان. أخي أنا هلا رح أحمر اللحمة على الفرن لبينما تستوي الفريكة بمرقة اللحمة. وكمان بدنا نساوي سلطة اللبن بالخيار للمدير؟ ايه طبعاً. طيب ليش مرته ما تتنازل وهي تساويها؟ هلا هو ما فهمت انه مرته لساتها صغيرة. هي صغيرة هي الله لا يكبرها. قال صغيرة قال، ومتجوزت لي واحد قد أبوها. يلي فهمته من حنان انه مرت المدير ما بترضى تفوت على المطبخ بنوب او تشتغل اي شغلة بالمطبخ. لا ليش؟ من شان ما ينتزعوا عضفيرة. مدام حنان، مدام حنان، المدير العام طلبي. يا علي بالله بعمره المدير العام وعمر مرته وعمر ضيوفه ما عكلوا مثل هيك فريكي. ياسين يا لطيف، لو بتعرف قديش فرحان من جوات قلبي. فهمت عليك، انت فرحان شنو رح يبيض وش اختك قدام مديرها. لك لا لا. لك فرحان لانه زبطت معك الفريكه. عيب حبيبتي عيب، مو معقول نطلب منهم هالطلب البسيط هاد. على كل هي حنان عندي رح تفهمك شو بدك تساوي. الله يخليكي ست حنان، فهميها شو بيساوي عصير البردقان. ايه بتجيبي البردقانات؟ بتغسليهم بالماء؟ مرحبا حنان. اهلين خلدون. بدي اسألك سؤال وتجاوبيني عليه حتى اطمن. اسأله وانا اطمنك. عرفتيني مين بده يجي جليات العزيمة تبع المدير العام بعد الفطور؟